اهلا بيكم. طبعا في عالم جراحات السمنه في حاجه مهمه جدا، ازاي نحافظ على العمليه. في اي جراحه تانيه انت عملت عمليه خلاص العمليه تمت تمام، لكن في دي بالذات في عامل مهم جدا المريض بيساله والجراح بياكد عليه وفريق العمل كله بيتكلم فيه، وهو انك ارجوك ما تبوظش اللي احنا عملناه. ارجوك احنا عملنا حاجة لها قيمة كبيرة، بلاش نرجع نبوظها. ويعني ايه نبوظها؟ دي كلمة برضو مهمة جدا. هل تبوظها ان انا ارجع اتخن تاني، ان انا ما اخسش قوي، ان انا اخس واثبت بعد كده، ان انا اكل بطريقة غلط، ان انا ضر؟ يعني ايه ضر العملية؟ ما الكلام ده برضو كلام محتاج الناس تفهمه. النهاردة هنقرب منه ونفهمه بدقة شديدة. الحوار الممتع كالعادة مع واحد من الأسماء الكبيرة في هذا المجال الذي قدم الكثير جدا من الخبرات سواء العملية أو الأكاديمية المتميزة للغاية في عالم جراحة السمنة. استفدت منه على مستوى الشخصي الكثير، وأكيد كل الجيل الموجود دلوقتي في عالم جراحة السمنة بيستفيد منه الكثير. واحد من الأسماء القياسية الرائعة في عالم جراحة السمنة طبعا أستاذ الأساتذة الأستاذ دكتور ياسر عبد الرحيم، أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، أستاذ بقسم جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة الإفسو، الاسم الكبير، شرف كبير لينا هذه الساعة. دكتور أيمن ازي حضرتك؟ منورنا. طيب كل سنة وحضرتك طيب. السؤال كلمة محافظة على عملية التكميم مثلا، ماذا تعني هذه المعنى؟ زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، النهاردة عمليات السكر والسمنة تقدمت لدرجة بقت هي الأساس من الشفاء من هذه الأمراض اللي هي متلازمة الشر، اللي هي السكر والسمنة بالذات وجميع الأمراض المرتبطة بيهم. لو جينا اتكلمنا على عملية يمكن أشهر عملية، المقياس الأشهر والمعيار الأشهر، هي عملية التكميم. وأنا دلوقتي بقيت أسميها عملية التكميم المفترى عليها. عملية التكميم هي العملية الأشهر. 70% من المرضى اللي بيجروا عملية السمنة دلوقتي بيجروا لهم عملية تكميم معدة. طب هذه العملية عملية جميلة ورائعة ويجب الحفاظ عليها زي قطعة ألماس كبيرة. طب إزاي هنحافظ عليها؟ في دور علينا ودور على المريض. المريض فاكر ان دوره بينتهي ان احنا اجرينا له العمليه، لا، هذا جزء مكمل جدا جدا للعمليه، هو تغيير نمط حياه المريض. لازم المريض يحب يبقى بني ادم مختلف تماما بعد العمليه. بمعنى الاول بتبتدي احنا دورنا كجراحين باختيار المريض المناسب. المريض المناسب لعمليه التكميم هو مريض يكون طبعا عنده 20 كيلو في وزن فوق الطبيعي او اكتر، العيان اللي هي معامل كتلة الجسد حوالي 30 أو أكتر، يعني 20 كيلو فوق وزنك الطبيعي. لو سي وزنك مثلا 160 بنحط 20 على 60 مثلا، يبقى 80 كيلو لو وزنك طبعا فما أزيد. الحاجة التانية إن العيان ما يكونش نهم في أكل السكريات، العيان ما يكونش عنده ارتجاع في المريء. لو قدرنا نختار المريض المناسب وبنجري العملية بطريقة، العملية عايزين نحافظ عليها ازاي بقى يا دكتور ايمن؟ لو بصينا جبنا طريقه اجراء العمليه، اولا العمليات بتجرى بالمنظار مفيش فتح، وبتجرى باحدث دباسات امريكيه ثلاثيه بنسب امان 99.5%. لو بصينا المعده بتاعتنا قدامنا اهي، بندخل حاجه اسمها البوجي او المقاس، ده المقاس ده عشان نقيس عليه، وبعد كده بندخل من تحت الدباس الامريكي المتقدمه اللي حضرتك شايفها، بتخش الدباس بتبتدي تدبس دبس تقطع في المعده. مش معنى انها تدبيس معده، هي تكميم تجرى بالدباس غير عمليه التدبيس العمليه القديمه. بعد كده بنشيل 70-80%، طبعا ممكن نشيل بقى 60-70-80-85 حسب العيان تخنه ورفعه قد ايه. بعد كده العمليه تمت زي ما حضرتك شايف كده، فصلنا الجزء اللي على اليمين ده. الجزء اللي احنا فصلناه ده هو 70-80% من المعده، وساعات 85 وساعات 65، عشان كده جراح السمنة لازم يكون جراح فنان بيشيل كل عيان بيختلف من واحد لواحد. اللي انا عايز اقوله، لو بصيت حضرتك بقى للجزء اللي احنا سيبناه ده اللي عامل زي كمب القميص او عامل زي الموزة، ده هو ده الجزء اللي العيان بيعيش بيه. العملية دي بتقدم العيان ثلاث حاجات. واحد، هرمون الجوع اللي هو اسمه الجريلين بيقل جدا 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 من الجزء اللي شلناه. كمية الأكل بتقل من 3 لتر أكل إلى 50 أو 150 سنتي أكل بالكثير. بعد كده بيحس بالشبع بسهولة. طب نيجي نقول إزاي بقى نحافظ على العملية؟ بص بقى دكتور أيمن، الصورة
دي تساوي تقولها ذهب للي كاتب عليها 1 2 3. بص حضرتك الرقم، نبتدي من الرقم 2 تحت. بداية التدبيس، انت هتبتدي تدبس فين؟ في كثير من المرضى مرتبط في ذهنهم ان بيعمل تكميم بيرجع، طبعا ده كلام فاضي وكلام غلط تماما. بص بقى، احنا ثبت لدينا احنا بنبتدي على بعد 7 سنتي من نهاية المعدة، اللي هي السهم رقم 2 الاحمر اللي تحت. ليه بقى؟ ثبت ان الحتة دي اسمها طاحونة المعدة، او بيسموها البيس ميكر، او اللي هي الجزء اللي مسؤول عن تفريغ الاكل من المعده على الاثنى عشر. لقينا ان الستة سنتي الاخرانيه من المعده فيها زي منظم كهربائي هو المسؤول عن تفريغ المعده على الامعاء. فاهم قصدي ازاي؟ سواق القطر. ايوه، سواق القطر. بالظبط، نقول سواق القطر، المنظم. المنظم المنظم موجود في الحته دي، عشان كده بيسموها طاحونه المعده او منظم حركه المعده. اذا الجراح بدا جار عن كده، بدا مثلا بعد 4 سم 3 سم، ممكن منظم ده يتشال معاه، تبقى حركه المعده هنا بطيئه، لان ممكن يرجع. يبقى لازم بنوصي نبتدي على بعد 6 او 7 سم من بدايه المعده. رقم 2، لما بنقص المعده بنمشي زي ما حضرتك شايف كده على بوجي او على الخرطوم اللي محطوط ده، ونطلع فوق. بص الحته رقم 1، سيبنا حته كده زي نص دايره اللي متشاور عليها رقم 1 فوق خالص. الحته اللي احنا سيبناها دي يا دكتور ايمن، ايه؟ انت بتسيب سنتي او سنتي ونص من المعده. دي مهمه جدا عشان ما يحصلش كلمه تسريب اللي الناس بتخاف عليها. لو الجراح دخل بالدباسه هنا وشال الجزء ده، بقى التدبيس لازق في المريء، المريء وصول الدم ليه مش كويس. فلازم بنسيب حته تنتوفه معده، حته من المعده سنتي سنتي ونص، دي الدم وصل لها كويس جدا فتلحم بسهوله جدا. الحاجه الثالثه بقى اللي هي رقم 3، السهم لونه ازرق. الحته دي دايما الجراح في الحته دي، حته ضيقه في المعده اسمها الانسيزيورا، ضيقه من عند ربنا، حته ضيقه. فلازم وانت بتيجي تقص على الحته دي توسع سنه او تبعد عنها سنه عشان ما تضيقش فالعيان يرجع. لو انت رعيت الثلاثه دول يبقى انت جراح تسلم ايدك. الاسهم دي لن اكل ان انا اعرضها للساده المشاهدين وللجراحين برضو. نتذكر مع بعض الخبرات اللي ربنا بيديها لنا على الواقع في العيانين. حضرتك ثلاث كلمات، تبتدي على بعد 7 سنتي من نهايه المعده، وانت بتعدي عند الحته الضيقه بتاعه المعده الانسيزيورا دي رقم 3، ما تضيقش منك. رقم الحته الثالثه او رقم 1 اللي فوق، انك تسيب حته السنتي سنتي ونص الصغير الجزء اللي من المعده ده. لو انت قدرت تعمل العمليه بالمنظر ده، يبقى انا كجراح قدرت احافظ على العمليه تطلع في احسن صوره، زي ما حضرتك قلت الحفاظ على العمليه. رقم 2، العيان يحس ان هو العمليه عملته بصوره جميله، وبيشرب وبياكل وما بيرجعش، والامور جميله جدا. لو انا قدرت استخدم الدباسات الامريكيه الامنه، واستخدم الثلاث نقط اللي انا قلتهم دولت بخبرتي للعيان، يبقى انا اديت دوري. تاني حاجه دور المريض، بنقول للمريض قبل العموديه الدباسات الامريكي الثلاثيه اللي تعطي العمليه نسب امان 99.5% باذن الله تعالى. نيجي بقى الحاجه دور المريض. قبل ما اقول للمريض هعمل لك تكميم، لازم بقول له تديني وعدين. ليه؟ ان المرضى دلوقتي كتير يقولوا دكتور ياسر اصل انا مش عايز اعمل تكميم. ليه يا سيدي؟ قريبي عملها وبعد سنتين ثلاثه رجع تخن تاني. حضرتك الكلام ده مظبوط بس مردود عليه. حضرتك ده اختيار غلط، يا من الجراح يا من المريض. اللي هو ايه؟ لازم تديني وعدين. التكميم في نوعين من المرضى، نوع يخس برشيق وجميل وزي القمر، ويفضل طول عمره رشيق وجميل وزي القمر، وده النوع اللي بنحبه. النوع الثاني يخس برشيق وجميل وزي القمر، بعدين يرجع وزنه يزيد مره ثانيه. اللي بيزيد مره ثانيه ده بحاجتين. يبقى اول حاجه بنقول لازم انت تراعي حاجتين. اول حاجه انك تاكل سكريات بصوره معتدله. العدو الاول للتكميم، وهتاكل سكريات بس بصوره معتدله، هو الاسراف في السكريات. اذا العام مسرف ومدمن سكريات من الاصل، لا يجوز اجراء التكميم له. واذا اجريتها له يبقى هو العيان، يبقى انا اخترت المريض الخطا. رقم او اخترت العمليه للمريض بشكل خطا. بالظبط كده، اخترت العمليه الخاطئه للمريض الخطا. الحاجه الثانيه الاخيره بقى، اني بقول للعيان تديني وعد ما يكونش عندك طفاصة عقلية أو نهم عقلي. يعني إيه نهم عقلي؟ الطبيعي آكل أشبع أقف، ده البني آدم الطبيعي. في ناس يقول لك لا، آكل أشبع ألغ، آكل أشبع أكمل. بعد ما شبع وخلاص بطنه وجعته بياكل أكتر، فالمعدة تتمط مع الوقت، لأن بعض المعدة مطاطية. إذا أنا كجراح رعيت إن أنا أستخدم الدباسات صح
واستخدم العمليه صح، والمريض هيحترم الشرطين دول، تبقى التكميم عمليه رائعه وتستمر معاك طول العمر، حتى لو ريحت او وسعت سنه بسيطه، التريح الطبيعي اللي هو ما يرجعش وزنك لذيقه. يبقى لازم المريض يراعي يغير اسلوب حياته. ويمكن انا قلت حته قبل كده عجبت كثير من المرضى، قلت المريض بعد عمليه التكميم او عمليات السمنه بصوره عامه، لازم المريض يقول لي والله يا دكتور ياسر انت غيرت لي حياتي. اذا قدرت انا اوصلك انك تقول لي ان انا غيرت اسلوب حياتك، يبقى انا قدرت انجح. ازاي؟ والله يا دكتور ياسر بقيت بنام بالليل 6 ل 8 ساعات، بقيت بشرب 3 4 لتر سوائل. كان الناس ما بتنامش بالظبط، بشرب 3 4 لتر سوائل قليله السعرات، ميه ينسون، نعناع، كراويه، حلبه، كركديه، شوربه، حليب خالي الدسم، الحاجات الجميله. اكلي معظمه فواكه قليله السعرات، باكل كل انواع الفاكهه، ببعد بس على المانجا والتين والبلح والعنب، باكل سلطات، باكل بروتينات نباتيه اكتر زي الفول والحاجات دي، وباكل بروتينات حيوانيه بتبقى مسلوقه او مشويه، ولازم بمشي كل يوم نص ساعه، مره في الاسبوع اكتر من ساعه، بروح الجيم، بلعب حديد. لو قدرنا نغير اسلوب حياتنا مع العمليه، يبقى قدرنا نعمل حفاظ على هذه العمليه وتعيش معاك بقيه العمر. يمكن الصوره دي بتوري حاجه جميله. لو بصينا نجيب المعده الطبيعيه، المعده الطبيعيه المعده بتاعت مريض السمنه، المعده بتاعت مريض السمنه اللي دي اللي بعتك، لو جبنا الصوره اللي قبلها. أيوة. المعده دي عشان تتملي بتحتاج تملاها بست كوبايات اكل، زي ما انت شايف تملاها بست كوبايات اكل، ست مقادير. أيوة. ست مقاييس، ست مقاييس معايير. عشان توصل لمرحله الشبع انا خدت الست مقاييس دول حطيتهم جوه المعده عشان المعده تتملي. بص جمال العمليه بتاعتنا بقى، لو جبنا الصوره اللي بعدها، بص بقى المعدة بتاعتك الجديدة بقت بتتملي بنص مقياس فقط، نص معيار، نص معيار. بص بقى عشان توصل يعني يعني بالبلدي واحد على 12 باللي انت كنت تاكله قبل كده، واحد على 12 باللي انت كنت بتاكله. بص يا دكتور ايمن، نجيب الصورة الاولانية، بص المعدة عشان تتملي كلها زرقاء، بص حطينا فيها كام؟ ست معايير. اهي بص ست معايير عشان اوصلك لمرحلة الشبع، المعدة كلها زرقت. بص بعد العملية بقى بقينا بنملاها ازاي؟ بقت بنص معيار فقط بتتملي المعدة كاملة. يا ريت انت تحافظ بقى على النص معيار ده. وعشان كده انا بقول عيني تاكل الاكل بتاعك زي المعيار ده كل 6 ل 10 مرات. شوف قد ايه هتاكل كمية كويس، بس وزعها على مدار 6 ل 10 مرات. كل افطر مرتين وتغدى مرتين وتعشى مرتين، والسوائل قبل الاكل بنص ساعة او بعد وجبات صغيرة بساعة. 6 إلى 10 وجبات، والسوائل قبل الاكل بنص ساعة او بعد الاكل بساعة. لو قدرنا نعمل كده يبقى احنا قدرنا نحافظ على العملية بصورة بسيطة جدا. طيب هل ممكن الحفاظ على العملية بصورة اخرى؟ طبعا، ان انا كجراح راعي ضميري العيان راح على الشروط اللي قلتها. ممكن ان انا احافظ على التكميم بصوره اخرى؟ طبعا، ان انا احولها الى ثنائي التقسيم. لو انا المريض ما هوش ضامن نفسه وضامن ضميره وضامن ارادته بالظبط، ممكن نعمل حاجه جميله جدا، ان احنا بنعمل له حاجه اسمها تكميم مع تحويل مسار ثنائي التقسيم. اللي هي بنعمل ايه بقى؟ بعد ما بنعمل تكميم بنروح جايبين الامعاء على بعد 2 متر من بدايتها، ونروح موصلينها بالمعده. بكده يبقى انا خلقت منطقه ضغط واطي جوه المعده، عشان كده سميت تكميم مع تحويل مسار ثنائي التقسيم. ليه بقى؟ ان الاكل هينزل من المعده زي ما هنشوف الصوره دلوقتي بتاعت ثنائي التقسيم، هينزل الاكل من المعده بيلاقي قدامه فتحتين، الفتحه الطبيعيه بتاعت ربنا والفتحه اللي احنا عملناها، عشان كده الاكل بينقسم 80% على الفتحه اللي احنا عملناها و20% لفتحه البوابه الطبيعيه بتاعت ربنا. دي بتخلي العمليه يبقى الضغط واطي جواه، فما تتسعش فيما بعد وان يرجع وزنه يزيد. وعشان كده هذه العمليه بتقلل هرمون الجوع، بتقلل كميه الاكل، بتقلل امتصاص السكريات والدهون 75 ل 80%، لان خلت الاكل ينزل على اخر 4 متر واول 2 متر بيمتصوا 75 إلى 80% من السكريات والدهون. وفي نفس الوقت بتنشط الامعاء تطلع مجموعه هرمونات اسمها الانكريتنز. هرمونات دي لما بتطلع بتروح على الدم تنشط البنكرياس وتشتغل كانها انسولين، فتفيد مريض السكر اذا كان عنده سكر. طب اذا ما عنده السكر بتبقى وقايه له من مرض السكر. وعشان كده هذه العمليه هي جمعت جمال التكميم
وتحويل المسار في عملية واحدة. أسمع حضرتك دلوقتي أبو العريف، أبو العريف ده بيفتي. الفتي جزء من أجزاء إفشال العمليات، صح كده؟ طبعًا طبعًا. والفتي أنواع، هنسمع نوع من الفتي دلوقتي، لكن في أنواع كتيرة من الفتي، فتي قبل العملية، فتي بعد العملية، الفتي ما بين الصحاب اللي يمكن حاولوا يعملوا رجيم وفشلوا أكتر من مرة. تعالوا نسمع أبو العريف ممكن يقول لنا إيه. يا باشا، واحد زميلنا في الشغل اسمه أكرم، بس أنا مسميه أنعم وأكرم بتاع الحلويات، عشان هو لسانه حلو وبيجامل كل الناس مهما كان بالكذب المفضوح. يعني دعاء زميلتنا راحت عملت عملية جراحة سمنة مفرطة من أسبوع، ورجعت من العملية خس حاجة بسيطة، يعني ما بقتش رفيعة ولا حاجة. يقوم ده يقول لها: ما شاء الله يا دعاء، العملية فرقت كتير قوي، ده أنا معرفتكيش من بعيد. يا كذاب، دي لا خست ولا حاجة، دي العملية فشلت. قال لي: ما هي دفع فلوس ودخل عملية، نطيب خطرها بكلمتين ونقول لها خسيتي. قلت له: يا عم أنعم وأكرم، الست راحت عملت عملية الأسبوع اللي فات ورجعت منها مش رفيعة، إحنا أصحابها ما نخدعهاش، نقول لها في وشها كده العملية فشلت، ويا بخت من بكاني ولا ضحك الناس عليا. هو قال حتة مهمة، الناس بتعتقد إنه بعد العملية بأسبوع بعشرة أيام خلاص هتخس قوي، يعني طبعًا عايز immediately. لا طبعا، وفي مريض مرضى كان عندهم تخيلات انه بيخش العمليه هيطلع هيعمل تكميم، يطلع بعد العمليه على طول وصل لوزنه الطبيعي. لا طبعا، العيان بيبتدي، بس على فكره برضو العمليه بتاعتنا عمليات جميله وبتدي روح معنويه عاليه، يعني العيان بيخس له في اول اسبوعين ثلاثه بينزلوا نزله حلوه، بتفرح يعني 10 12 كيلو طبعا في الاول، وبعد كده يبتدي ينزل بالتدريج. فيما طبعا هو النزول بيبقى تدريجي مع الوقت، بينزل طبعا العيان بيبتدي بعد اسبوع، يعني في اول 10 15 يوم بينزل له تقريبا في اليوم قرب من نص كيلو الكيلو. بعد كده يبتدي مع التدريج بقى الامور تتزن لغايه ما ان شاء الله يتخلص من الوزن الزياده باذن الله مع الوقت. في عقول بقى كثير من الناس ان هذه العمليه ربما تكون تكلفتها عاليه، ولذلك يبقى دايما سؤالي عن الحمله القوميه لمكابحه او مكافحه السكر والسمنة. الحمله القوميه ان زي ما قلت لك بقى الدين علينا ان احنا نوفر هذه العمليات باسعار تكاد تكون سعر التكلفه للمرضى، عشان خاطر حتى لا يرتبط في ذهن الناس ان عمليات باهظه الثمن. بالعكس، الحمد لله النهارده بقت اسعارها متناوله جدا جدا جدا، والاسعار بقت عاديه وفي متناول كل الناس، وبتقدمها لكل الناس بلا استثناء في مصر وفي الدول العربيه والاخواننا العرب وجميع الدول بسعر يكاد يكون سعر التكلفه، عشان نقدر نحارب هذا الوباء، الوباء السكر والسمنه اللي بيجتاح العالم، ونقدر نساهم مع الناس في الشفاء من هذا الوباء اللعين بدون اي اعباء مالية تكون كتير عليهم. كالعادة بتبدع وتبهرنا، لكن قبل ما نمشي ما هو اليافطة أو المسج الأساسية اللي تحب تحطها فوق مكتبك لكل مريض سمنة عمل عملية تكميم، وانت عايز توصل له رسالة معينة حتى لا يفشل في تكميم المعدة؟ عملية التكميم اللي انت عملتها هي عبارة عن جوهرة ثمينة حطناها جواك، أرجوك حافظ عليها بالالتزام بالتعليمات اللي احنا هنقول لك عليها حتى تنجو من شبح السمنة والسكر وما ترجعش للحكاية دي تاني. رقم 2، الحياة فيها متعة كتير جدا 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 غير متعة الأكل. اللبس متعة، الصحة متعة، الرشاقة متعة، الرياضة متعة، ال 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 إحساسك بجمالك ورشاقتك، وقفتك قدام المراية، انك تخش محل تنقي اللون اللي يعجبك، تنقي اللبس اللي يعجبك، مشيتك وانت خفيف، احساسك بنفسك كويس، حياتك كويسه، مش ما بتبلبعش ادويه سكر وحاجات، كل دي حاجات تساوي انك انت تلتزم بالتعليمات اللي هنقولها لك، وربنا يكرمك ان شاء الله. نورت وشرفت. شكرا. كالعاده وجودك معنا شرف كبير لينا طبعا، القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، استاذ جراحه السمنه والسكر والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، استاذ بقسم جراحه السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحه السمنه والجمعيه المصريه لجراحه السمنه. شرف كبير لينا وجودك معنا يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا.
خلي بالكم التكميم جوهرة مهمة ينبغي أن تحافظ عليها حتى تستطيع أن تحصل على أفضل بنفيتس، أفضل فوائد لنا. خليك دايما معانا مع الناس الحلوة.